فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يسمى بالعادة السرية؟ هل هي جائزة؟ حرام، العادة السرية حرام، لأنها استمتاع بغير ما أباح الله. الله جل وعلا قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الزوجة والسرية، أولئك هم العادون. والعادة السرية هي من هذا، من ابتغاء وراء ذلك. نعم.